أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في منطقتنا تنتشر بعض الألفاظ، فما حكمها كقول بعضهم الله أبوك؟ يقول بعضهم الله أبوك، يقول بعضهم الله أبوك. أدري وش الله إيش؟ أبوك. أبوك؟ نعم. أعوذ بالله، ما يجوز الكلام هذا. نعم. أحسن عليك. يقول وقول عليه أنه يترك هذا وتنهون عن هذا. خون يقول لله أبوك، لله هذا يقولون تعجب يعني، لله أبوك هذا لا بأس، أما الله أبوك هذا لا يجوز. نعم.